بسم الله الرحمن الرحيم. من نبدأ الفصل الرابع من الثيرموداينامكس. راح ننزل لكم ان شاء الله كويز هيك مكون من 4 أسئلة، سؤالين على الشابتر 1 وشابتر 2، سؤالين على شابتر 3 اللي اخذناه، وبعطيكم يعني راح اسبوع يعني تحلوه. طيب نبدأ بالفصل الرابع عشان لازم احنا نغطي المادة كاملة ان شاء الله. الفصل الرابع ما يترتب على القانون الاول من الثيرموداينامكس. معادلة الطاقة، احنا اخذنا الاكويشن اوف ستيت اللي هي معادلة الحالة. معادلة الطاقة هاي اللي هي ثاني معادلة من معادلات الثيرموداينامكس، اسمها معادلة الطاقة. اول شيء اخذنا الطاقة الداخلية اللي هي الكابيتال يو، بعدين هون عندنا سمول يو اللي هي الطاقة الداخلية النوعية اللي هي لكل كيلو مول او لكل كيلو جرام، اللي هو اذا كانت على ام او على ان. فهاي الطاقة الداخلية النوعية يو لمادة نقية في حالة اتزان ثيرموديناميكي. هذا بيعني انه هي من خصائص النظام. لما تكون من خصائص النظام زي البريشر والفوليوم والتمبريتشر، فهي تعتبر تفاضل تام، وان اي تغير في حالتي اتزان يعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية يعني A و B، ولا يعتمد على المسار المتبع. معادلة الطاقة هي علاقة رياضية تربط بين ثلاثة متغيرات، اللي هي احدهما يكون اليو. فاليو بدنا نختار من هذول البي والفي والتي كمان متغيرين. يعني خلينا نحكي احنا بحاجة الى ثلاث متغيرات. اولها السمول يو هاي اللي هي الانترنال انرجي النوعية. هسه بدي اختار يا البي يا الفي يا التي، اثنين منهم فقط. فخلينا نحكي زي ما عبرنا عن معادلة الحالية function of p b t بيساوي 0، بنختار مثلا زوج من المتغيرات ال v وال t. مثلا بتكون function of small u و v اللي هو الفوليوم والtemperature بيساوي 0. هاي واحدة من معادلات الطاقة. اذا اخترنا زوجين ثانيات، اخترنا مثلا pressure والtemperature، بصير function of u p t بيساوي 0. هاي كمان معادلة طاقة اخرى. اذا اخترنا مثلا ال p، احنا اخترنا ال V وال T هنا وال P وال T، ال P وال V نقدر نكتب function of U P و V لهاي المعادلة الثالثة للطاقة. طيب خواص معادلة الطاقة، تختلف طبعا معادلة الطاقة كما معادلة الحالة من مادة لأخرى. كل مادة نقية سواء كانت عنصر أو مركب إلها معادلة طاقة خاصة وإلها معادلة حالة خاصة. لا يمكن طبعا اشتقاق معادلة الطاقة من معادلة الحالة، يجب ايجادها بشكل مستقل. طبعا المعادلتين تحددان خواص جميع خواص المادة وبشكل تام. هنا زي ما احنا شايفين معادلة الحالة معادلة الطاقة تحدد خواص المادة. تعرف معادلة الطاقة في نظام احداثيات ديكارتي، زي ما احنا شفنا بالنظام البي بي تي انه البي بي تي بيساوي بشكل سطح ديكارتي. في عندنا سطح الطاقة بيكون احدهما حكينا اليو سمول يو، والمتغيرين الاخرين اللي هو زي ما شفنا لازم ناخذ زوج من هذول الثلاث. اذا اخذنا مثلا البي والتي بصير عندي يو في تي، هذول الثلاث بشكل سطح بنسميه سطح الطاقة. او اذا اخذنا مثلا البي والتي بصير عندي اليو بي تي كمان سطح طاقة اخر، واذا اخذنا اليو والفي والبي زي ما شفنا هذول كمان سطح اخر للطاقة. بطريقة مشابهة بنقدر كيف احنا اشتقينا معادلة الحالة بالنسبة اللي هي المشتقات الجزئية، نقدر نشتق كمان معادلة الطاقة بالنسبة للمتغيرات الجزئية. هسا يو هذا اللي هو بيتغير، يعني خلينا نحكي بيتغير مع الفي ومع التي. اذا اخذنا مثلا الفي والتي فبنقدر ناخذ الميل، ميل اللي هو المشتقة الجزئية بثبات المتغير الآخر. خلينا نشوف يعني نيجي ناخذ هاي اللي هي سكشن 4.2، العلاقة بين اليو والفي والتي اللي هذول المتغيرات. هسا الفي والتي احنا كمان اخذنا هون كمان الحجم النوعي وليس الحجم الكبير اللي هو سمول في.
بدنا نشوف كيف يعتمد اليو اللي هي الطاقه الداخليه النوعيه للنظام على المتغير اللي هو البي، الحجم النوعي والتمبريتشر. هسه بنيجي التغير في دي يو يعتمد على التمبريتشر والسمول فوليوم، فبنقدر نكتب حسب المشتقات الجزئيه ان التغير في يو يساوي التغير بارشال يو بارشال تي بثبوت الحجم النوعي في دي تي زائد بارشال يو بارشال سمول في بثبات التمبرتشر في التغير في الحجم. هذول المشتقات الجزئية زي ما شفناهن بشابتر 3 او بشابتر 2 في معادلة الحالة. فاذا دي يو المشتقة الكلية وهي تفاضل تام، هاي الطرف الايسر من المعادلة، دي يو بيساوي المشتقة الجزئية لليو بالنسبة للتمبرتشر مع ثبوت الحجم في دي تي في دي يو على دي في بثبات التمبرتشر. فهذا خلينا نحكي الحد الاول، المشتقة هي عبارة عن المشتقة الجزئية بثبات الحجم فبنسميه الايزو حجمي، والثانية المشتقة الجزئية التغير في الانترنال انرجي مع الحجم بثبات الحرارة اللي هو الايزو حراري التي. فاحنا هذولا لما نوجدهن خلينا نحكي بنقدر نوجد معادلة الطاقة اللي هي الطاقة ماذا تساوي بدلالة سمول في وكابيتال تي اللي هو الحرارة. هسا كيف بدنا نحسب هذول؟ زي ما انتم شايفين الحد الثاني اللي هو هاي الحد الثاني، هاي بنوجدها لاحقا، بدنا نشوفها كيف بدنا نقدر نوجدها بفضل القانون الثاني في الثيرموداينامكس. اما بالنسبة للاولى هاي فيمكن قياسها مخبريا اللي هو التغير في الانترنال انرجي مع الحرارة، من قيسها مخبريا ولما نجد هذول الكميتين بنقدر انه نجد معادلة الطاقة. هسا بنيجي خلينا نحكي نعتبر القانون الاول في الثيرموداينامكس لعملية منعكسة. القانون الثيرمو الاول في الثيرموداينامكس هيو اخذنا هون طبعا بدلالة المشتقات الجزئية انه دي فتحة كيو بتساوي دي يو زائد دي فتحة الدبليو، طبعا كله بدلالة خلينا نحكي هاي السريان الحرارة اللي هي الكابيتال كيو النوعي فقط، لذلك فهي سمول كيو، وهنا الانترنال انرجي النوعي، وهنا عندي الشغل اللي بيساوي بي في دي في كمان الشغل النوعي. فخلينا نحكي لما منعوض مكان الدي يو في المعادلة 2-4 اللي هاي المعادلة شايفينها الفوق، معادلة 2-4 بدي اعوض مكان الدي يو اللي هي بقيمة اللي هي دي فتحة كيو ناقص البي دي في، شايفين اللي هي خلينا ننزل. فهون احنا بصير عندنا المعادلة هاي اللي هي دي فتحة كيو لما نعوض الدي يو بتساوي، لاحظوا هنا الدي فتحة كيو بتساوي الدي يو زائد البي في الدي في، فأضفنا لهذا الحد الثاني أضفنا هاي البي، فبصير عندي يعني عوضنا خلينا نحكي الدي يو عوضنا اللي هي المعادلة الأولى عوضناها في هاي المعادلة 3-4، أصبحت عندي المعادلة هاي 4-4 اللي هي دي فتحة كيو بتساوي دي يو اللي هو هي اللي شايفين عشان احنا بنحكي حكي بس هو مكتوب قدامكم. فعنا لما يكون عندي في الحالة الخاصة عندما يكون التغير في الحجم بيساوي زيرو، فالطرف الثاني من المعادلة هاي 4-4 بيساوي زيرو، يعني الشغل بيساوي صفر لما يكون عندي ما في تغير في الحجم. لذلك في هاي الحالة بصير عندي الدي فتحة كيو من المعادلة 3-3، هنا لاحظوا لما يكون عندي التغير في الحجم بيساوي زيرو من المعادلة 4-3 اقصد، لما يكون عندي ما في تغير في الحجم اذا الدي فتحة كيو بيساوي التغير في الانترنال انرجي، لذلك هنا بصير عندي التغير لما شطبنا الحد الثاني بصير عندي دي فتحة كيو بيساوي دي يو باي بارشال يو بارشال تي ثبات الحجم في الدي تي. هون طبعا هاي عرفناها في الفصل السابق، عرفنا السعة الحرارية النوعية انها دي كيو على دي تي، بس احنا حكينا في الحالة الخاصة انه الانترنال انرجي التغير في الطاقة الداخلية بيساوي التغير في السريان الحراري، اذا هاي اليو اللي احنا حاطينه هون سمول يو
هي تساوي الدي كيو هاي اللي هون في الحالة الخاصة هاي في ثبات الحجم. إذا عوضنا مكان الدي يو على دي تي بثبات الحجم هي